السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته معكم ياسين نجم أه, دونك ان شاء الله نكملوا على لا سويت ديال لي بوتون ديالنا سور لا بروغراماسيون فينومونسييل دونك غنشوفوا أه, اليوم ان شاء الله ديما نخدمين في داتا جريد فيو تنساليوها دونك إن شاء الله في هذا لا فيديو غنشوفوا أه, البوتون دونك اللي ما شافش هاد لي بوتون هذا كيفاش اجوتي كيفاش تسوبريمي كيفاش تغوشيرشي باي ميثود وكان سامبلي لي ميثود يعني كاينين بزاف ديال الطرق اللي نقدر نديرهم لكم ولكن كيكونوا شويه دي, دي يعني دي ميثود اللي هما شويه افونسي الو انا كيهمني ان الناس بزاف تفهم وان الفكره توصل واي واحد طرح له هذا السؤال هذا في الباساج ولا في اي حاجه يعرف كيفاش يتعامل معاه دونك تو سامبلومون في هاد لا فيديو ان شاء الله غنوريكم كيفاش تموديفي يعني مثلا دخلتي واحد لين مثلا أه لاج ديالو مثلا أه با اكزومبل لاج ماشي مثلا ماشي هو لاج ديالو مثلا عنده 22 با اكزومبل ولا غلطتي في لونو ان سي دو سويت ولا غلطتي في الاي دي ان سي دو سويت دونك تو سامبلومون في هاد لا فيديو ان شاء الله غنوريكم كيفاش موديفيو كاينين بزاف ديال الطرق كاينين يعني نقدر نستعمل بليزيفينمون ديال الداتا جريد فيو يعني كاينين بزاف الحوايج دونك انا غنحاول نبسط وندير شي حاجه اللي سامبل اي واحد يقدر يديرها دونك تو سامبلومون غنجي مثلا نصغر هادشي هذا يعني ضروري خصنا في لي شوز باش هكا الناس ما يتخلطوش عليهم الحوايج وسيرتو باقي البريباراسيون ديال ليكزام تقريبا مابقاش لي بزاف الوغ الناس باش ما يتخلطوش دونك كنحاول انني نسامبليفي دونك تو سامبلومو مثلا غنجي ندير واحد باغ اكزومبل ندير ميثود اللي هي سامبل عندي مثلا واحد جروب بوكس فوالا غندير واحد الجروب بوكس انا الزوم مثلا من هنا فوالا غنحط هاد الجروب بوكس عندي هنا فوالا فوالا غنجي للجروب بوكس هذا غنجي نصغرو بحال هكا غنجي ندير واحد البوطون هكا تو سامبلومون مثلا هاد البوطون هادي نسميها موديفي فوالا دونك موديفي حدي غنكليكي عليها غنقاد شوية هادشي هدا ونهبطو شوية فوالا دونك فوالا غنجي هنا فوالا voilà. هنا فهاد الجروب بوكس هادي غنجي ندير مثلا لي تروا وبيان هاد لي كات باش يعاود يدخلهم حدي انا نسيليكسيوني هذاك اللي غنموديفي الو خصني اول حاجه خصني ندخل الاي دي ديال من ديال هذاك اللي غنموديفي حيت شي حاجه اللي ايدونتيك خصك تدخلها دونك تو سامبلومون غنجي ندخل ها هو الاي دي فوالا مثلا ندير الاي دي هو هذا مثلا الاي دي صغير مثلا فوالا دونك نتوما عندكم لو دروا دير مثلا نجرب بحال هكا نجيبها الوسط

لي غا او بيان اي دي موديفي او بيان سيرش ماشي مشكل دونك تو سامبلومون تقدر تخدم لا تخدم بوطون ريشيرشي مهم انا كنحاول انني إن ندير كل حاجه مستقله على الاخرى دونك تو سامبلومون هو لا اي دي دونك هذا هو لا اي دي اللي غندخل الوغ ملي غنسالي لا اي دي خصني نقول ليه دخل ليا لي شونج داد يعني دخل ليا مثلا اه با اكزومبل يدخل ليا يدخل ليا لو نو جديد ديالو يدخل ليا لاج جديد ديالو حدي حد ندير واحد بوطون أب... ابليكي غيتابليك هذاك الشيء عليها على الروز و بيان على لي لانفورماسيون ديال ليوتيزاتور اوتوماتيكمون دونك فوالا غنجي شويه نكبر هذه فوالا ماشي مشكل نيت فوالا دونك تو سامبلومون غنجي سيدي ندير بحال هكا غنجي ندير واحد الاي دي ID جديد ديالو يعني بغيت ندخلو الاي دي جديد حتى الاي بغيت نموديفيه فوالا عندك لو دروا دير اللي بغيتي باردون فوالا كوبي كوبي باردون

هي اللي غتابليكا او بيان حدي ندير بوتون ابليكي غيتموديفيا داك الشيء اللي كاين في الداتا جريد فيو دونك تو سامبلومون غنجي ندير واحد هكا فوالا مثلا وندير لها بحال هكا دونك تو سامبلومون نجي ندير هذه نسميها ابليكي دونك كاينين بزاف ديال لي دي ميثود دونك انا كنحاول ندير لا ميثود اللي هي سامبل ولا بغيتو دي ميثود اخرين بروبوزيو عليا وما عليا انني غير ندير لكم اي حاجه بغيتو بروبوزيو وانا مستعد ندير اي حاجه دونك هنا نسميها موديفيكاسيون

الوغ وطلع ليا بلي انه كاين وقال لي سيزي لي زانفورماسيون اندير ابليكا يت ابليكاو ما كانش غير طلع ميساج بوكس الوغ انا باش ايفيتي هاد البروبليم هادو يبقى يبانو ليا يبانو حتى يكون هذاك البيرسون كاين في الداتا جريد فيو دونك انا في المومون ديال الشارجومون غنجي يا سيدي غنقول ليه ديس بوان هذاك الجروب بوكس بوان فيزيبل غيكون فورس يعني ما يكونش فيزيبل يعني لاحظوا معايا ندير مثلا الاي دي هنا وندير موديفي كان غير افيشي <applause> لي لي زانفورماسيون اللي نطبي جداد ما كانش افيشي <applause> لي ميساج بوكس يقول <applause> لي شوف راه ما كاينش هاد السيد انت اللي باغي تموديفي لي ولا بغيتو لا ميثود التاليه نديرها لكم في لا فيديو الجايه دونك نقسمها ديال بارت لواحد ولا بارت جوج ولا بارت ثلاثه نوريكم كيفاش تعملوا بليزيفينمون انك تكليكي مثلا سامبل كليكي يتافيشي هذاك الشيء هنا ودير مثلا موديفي وتموديفي دونك كاينين بزاف ديال لي ميثود انا كنحاول انني ندير دي ميثود لي سامبل دونك مثلا هذه هي هذا هو الاخر هذوما لي تكست بوكس الوغ غادي نجي نسميهم مثلا نسميه Uh, هذا النيم ديما فوالا ماشي مشكل نيم تا اكس تي مثلا نيو با اكزومبل مثلا نيو نيم مثلا عندكم بزاف د الحوايج فوالا ندير لها هكا هكا باش ما تبقاش طير ندير لها تا اكس تي نيو لاست نيم ولا بيان برينو -no, مثلا نجي عاوتاني لاج ونسميه مثلا تي اكس تي نيو ايج فوالا بقى لي لايدي نقول له. Texte new h euh, par new id donc tout simplement donc voilà c est, c est, euh, les informations diali alors d'abord le, le bouton modifier on euh, texte id search voilà on va dire le bouton modifier contrôle l'événement du bouton modifier ou ouais, je pense rentre le modifier افيشي فوالا voilà. موديفي اول حاجه سيدي خصني انا ندخل للداتا جريد فيو ونقلب واش كاين هذاك اللي كنقلب عليه ولا لا دونك تو سامبلومون غنجي ندير واحد الكونتور وبيان نسميه تروف فوالا voilà. تروف اون بالزيرو با اكزومبل يعني تروف انيسياليزي بالزيرو و سي ويا مثلا نخليه غير بحال هكا نخليها بحال هكا ماشي مشكل وغندير مثلا واحد لابوكل فور كتمشي ليا تالاش تال ديس بوان داتا جريد فيو بوان لي دي لين ديالي دي بوان كاونت موان زا حيت ديما عندي واحد لين زايده فيها لو في تتكون ديما بار ديفون ف ف تتكون في داتا كريد فيو الوغ غنجي نقول ليه اف كوا اف انا ملي غندير انا موديفي شنو غندير غنشوف ونقول ليه واش هذاك ديس بوان داتا جريد فيو تقدر تهزو داك ديس بوان داتا جريد فيو بوان راوس اجوتيهم في واحد ديس في واحد دي واحد الكلاس اللي هي بخي ديفيني داتا جريد فيو ايتمز دونك ما علينا دونك وغتجي دير راوز وغاتقول لها تشوف لي هذاك دي الراوس ديال دي اي دي بوان اين سيلول <سؤال> لاحظوا معايا غنجي نكوبي لي <سؤال> اكزيكوتي ونشوف انا الايدي اللي تنقلب عليه حيت حاجه ايدونتيك اللي غنقلب عليه ما على no. نقلب على النو نقلب على الاي دي اللي باش انني نموديفي دونك 0 ها هي 0 2 3 0 1 2 3 دونك كاين في 3 كاين في السيلول 3 دونك نقول بحال هكا غنقول سيلز فوالا 3 فوالا غتشوف ليا الفاليو ديالو سيدي مع من مع هذاك تي اكس تي جديد نيو سيرش اللي كنقلب كا... عليه فوالا voilà. لاحظوا معايا سي سامبل دونك ها هي تروف درتها بحال هكا الوغ الا كان سيدي شنو غايجي يدير ليا غايشد ليا هذاك تروف فوالا voilà. وغايحط فيها شنو غايحط فيها هذاك لانديس اي ديال داك البيرسون يعني ديال لا داك البيرسون غايدير فيها يحط ل... فيها لانديس لاحظوا معايا انا دابا ديترمينيت لانديس لانديس كيف ما كتلاحظوا معايا خصو يكون بيبليك علاش انا غنعرفوا علاش دونك تخوف ايغال اي دونك انا حددت دابا لانديس او بيان سمي اندكس فوالا نجي ندير واحد انت اندكس واخا يمكن ليا في الديكلاراسيون ديال الانيسياليزاسيون معليش دونك انا اندكس ايغال اي دونك انا دابا حددت انا روز كاين داك داك بيرسون الوغ غنخرج الوغ غتروف هادي اش كدير ليا كتقول ليا سيدي الا دخل هاد الكونديسيون تحقات الوغ بلي راه لقاه فوالا مثلا ديرلو لو ايكال ا هو هاد تخوف هادي دير لها ايكال زيرو وملي تخرج اسيدي من لابوكل سولني قول ايف كوا ايف واش داك تخوف ايكال ا ايكال ا زيرو واش باقي فيها زيرو يعني ما تحقاتش الو لي واحد ميساج بوكس بون شو وغتقول لي بلي سيت بيرسون نيكزيست با نيكزيست با دو لا ليست مثلا ايلز يعني الا ما كانش كيساوي لي الصفر الوغ بلي راه كاين دونك شنو غيطرا خصو اكتيفي ليا شنو هذاك هذاك الجروب بوكس دونك فوالا ديس بوان جروب بوكس بوان فيزيبل دابا عاد تولي ليا ترو لاحظوا معايا وندير كومبيلي اكزيكيوتي غنجي سيدي ندخل ندخل اسطونسي مثلا نقول ليه مثلا ياسين نجم 23 وهذا هو الاي دي وحتى لا ما بغيتش انني ندير واحد الطريقه في الفلاجوت علاش ما كنبغيش نضغط عليكم بزاف فلاجوت سيدي انت من تبغي تاجوتي الاي دي ما يمكنش جوج الناس عندهم نفس الاي دي وبلا لا ناسيونال الوغ نمشي نقلب في الباز دو دوني وغنشوف واش كاين شي بيرسون عنده نفس الاي دي باش نافيشي لك واحد الميساج نقول لك حبس اخينا راه باللي هذاك الشيء انت اللي كتدخل راه كاين ديجا فلاي ليست ديالي دونك فوالا غندير اجوتي دونك تو سامبلومون انا درت اجوتي غنجي عاوتاني ندير عثمان فوالا نحيد هادي مثلا فلاه فوالا مثلا تمنطاش و الاي دي مثلا هو مثلا هذا هو الاي دي ديالو مثلا نسميه هذا هو الاي دي فوالا وندير ندير اجوتي لاحظوا معايا دابا غنجي ندير هنا نكليكي في هاد الاي دي هادي ونكتب هنا الاي دي اللي غنقلب عليه لاحظوا معايا ندير شي اي دي مكينش هاد الاي دي هذا مكينش غندير موديفي اش قال لي سيت بيرسون نيكزيست با صحيح ونجي هنا نقلب ونقول ليه سيدي ندير مثلا واحد جوج ثلاثة آزر ها هي اللي عندي ديال من ديال عثمان نجم غندير موديفي لاحظوا معايا اكتيفي لي داكشي الجديد باش انني نموديفي هنا وندير ابليكي بان لكم داكشي تابليكا دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لحد الان دونك دابا غنجي لهنا الابليكي ابليكي كيف ما قلت لكم قبيله لانديس انا ها فين حاطو عارف هذيك خينه فين كاين دونك هاد الانديكس هادي ما خصهاش تكون هنا خصها تكون فيزيبل دور لو بلوك كامل باش تبان الناس كاملين باش اي واحد اي بوطون تبغي تستعملو غتعرف داك الانديكس الوغ أه غنجي نقول هنا هنايا هذاك لي اللي غيطابي جديد غنقول يا سيدي شنو غدير؟ غتشد ليا ديس بوان داتا جريد فيو بوان روز ان روز ان روز دو, دو اندكس لي ديجا بخي ديفيني وغتمشي لي يا سيدي السيلين الاولى ها هي بوان سيلز زيرو بوان فاليو وغتحط ليا فيها سيدي هداك الكونتوني لي كاين في التكست بوكس ديال لو نو وبيان نيو نو فوالا تكست بوكس ها هي نيو نيم بوان تكست فوالا دونك سي سامبل غنشد هادشي هذا ونكوبي اربعة المرات لاحظوا معايا وغندير كومبيلي هنا غندير عاوتاني هنايا دو و تروا وغنجي سيدي هنا نبقى نبدل غا تي اكس تي هذا البخينو وعاوتاني تي اكس تي لاج وهنا تي اكس تي اي دي سي سامبل ما كاين حتى شي حاجه صعيبه لاحظوا معايا غندير كومبيلي اكزيكوتي غنقلب مثلا ندخل مثلا ياسين انا غلطت له مثلا درت لياسين بحال هكا غلط مع الزربه ما شفت والو النجم مثلا 23 والاي دي ديالو مثلا هو ازيرتي مثلا اجوتي ندخل مثلا وحدة اخر مثلا هدى با اكزومبل فلاح وفلاح انا غلطت فيها درتها اكسبري دونك ها هي والاي دي ديالها مثلا هو هذا با اكزومبل وبيان نديرو لاي لاي ا او آه مثلا اكس اكس مثلا باش ما نطيحوش شي حاجه ديال شي ناس ثلاثه ديال الاكسات لاحظوا معايا دابا ان اجوتي جوج جوج ديال الحوايج زيد واحد باش باش تكون شويه المصداقيه ونجيو نديرو عاوتاني عثمان النجم فوالا نديرو مثلا الاج درت له 100 هو 18 درت له 189 وغادي ندير له الاي دي مثلا هو هو هذا وبيان تي دي اي مثلا اي دي المهم شي حاجه لي ايدونتيك وندير اجوتي دابا قال يجي ريشيرشي شنو نقول ليه غنقول ليه مثلا الاي دي غتمشي ليا اللي عنده تي دي اي 100 د ما كاينش ندير موديفي قال لي سيت بيرسون نيكزيستو با دون لا ليست نقدر اسيدي في هذاك اللي كاين في جروب بوكس نستعمل هادو ولكن انا درت لكم هذوك اللي كاينين في الجروب بوكس مستقلين باش يبقاو ديما بوحدهم هنايا دونك تو سامبلومون سيدي اش غتجي دير ندخلوا واحد انا مثلا الاول غلطت فيه مثلا ناجم قلت لي كما قلت لكم هو ازيرتي ها هي ازيرتي موديفي ها آه هو قال لي دخل داك الشيء الجديد غنقول له سيدي بلاصه ياسين اطرد ياسين بحال هكا لاحظوا معايا كي مكتوبه هنا ها هي غنقول له في البرينو النجم غتولي بحال هكا ونقول ليه لاج خلي ليا 23 كيف ما هو ولايدي خلي ليا كيف ما هو لاحظوا معايا ندير ابليكي ني لاحظتوا كي شنو طري هذاك الشيء اوتوماتيكمون ما كاينش شي حاجه فيها كيف ما كنقولوا حنا في هذا اللعب غنجي عاوتاني هنا غنقول ليه هدى فلاح عاوتاني غنجي لهنا لاحظوا معايا وغنجي نقول ليه مثلا ا زد اكس 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 لاحظوا معايا هذه تافيشات ليا ملي موديفيت نقدر ندير واحد الطريقه هذه شنو نجي ندير غنقول يا سيدي في كليك على ابليكي وتجي دير الوغا تشد داك الجروب بوكس ها هو جروب بوكس بوان فيزيبل وتعاود درقو ليا عاوتاني اي كالا فورس فوالا باش مره اخرى عاوتاني طابي وشنو غتجي دير عاوتاني غدير ليا ديس بوان هذاك تيكس تي اكس تي ديال سيرش خويها غتولي بوان تكست ايكال سترينغ بوان ام مثلا فوالا سترينغ بوان ام فوالا بوان فيغكول غندير كومبيلي اكزيكيتي غندخل مثلا ندخلها واحد دابا مثلا ياسين نجم مثلا غلطت بحال هكا 23 والاي دي ديالو مثلا هو هذا اجوتي ندخل مثلا اه ماد مثلا اه حادير مثلا باغ اكزومبل مثلا عنده 24 وهذا هو الاي دي ديالو صافي أجوتي لاحظوا معايا دابا غنجي ندير موديفي لاحظوا مودي ما ندير لا موديفي ما كاينش بعد الا درتي موديفي ما كتبتي ليه والو بعد خصك دير كونترول المهم علينا غنكتب له مثلا غاتشي ليا ازيرت حيت كاين هو ياسين ها عطاني لو دروا نكسب غنقول ليه شوف خليه ياسين ماشي مشكل ولكن كنيتو راه غلطت فيها ها هي ولاج ديالو هو 23 تقدر دير تشيك راديو بوتون تقدر دير تشيك بوكس تشيكي داكشي اللي باغي انت تموديفي انا سيدي ما بغيتش الموديفي ياسي كاينين بزاف الطرق تنقول لكم باش زوين يعني البروغراماسيون ما كايناش طريقه وحده يعني كاينين الطرق بزاف ولكن كل وحده وكيف دايره يعني هذه تقدر تكون ايفيكاس هذه لو طون دي ديكزيكسيون ديالها كبير هذه لا هذاك الشيء علاش كنلعبوا حنا الوقت ايدي نخليه مثلا ازيرتي لاحظوا معايا ندير ابليكي ها هو تموديفي داك الشيء وطارت لي هذيك هنا عاوتاني غنجي نقول لي مثلا هادشي اللي الناس اللي عندهم اس دو او اللي هو ماد ونقول لي مثلا تقدر تخويته هذا الشيء هذا انا هو باش هكا ما يبقاش اشاك فوا يبقى يطلعوا هادو نقول لي مثلا ما سميتوش ماد نقول لي سميتو محمد مثلا محمد مثلا ناجم ولاج ديالو مثلا ماشي 24 راه عنده غير 16 عام والله يدي نخليه ليه كيف ما هو ها هو وندير ابليكي لاحظوا معايا محمد النجم 16 عام اس دي دونك هذه هي البوطون او اه بيان لا ميثود تقدر كيف ما قلت لكم هنا تجي دير ديس بوين تي اكس تي وتجي هنا تخوي دير هنا كيف ما درت لكم دير بالنسبه للاي دي والبرينو لا تقدر دير فور ايت وبزاف كاين بزاف د بزاك الحوايج دونك انا باش ما الاخوان اول حاجه اللي تركز عليها انك ديكلاري لانديس اللي هو جلوبال وتجي ترا وتاخد وتاخذ لانديس في كاين داك البيرسون حيت يكون غير واحد الوغ هو انت ديكلاريتي الوغ سي الا كان افيشي الكادي اللي ما كانش غا اكتيفي لك هذه باش تدخل لي زانفورماسيون دونك هذه هي لا ميثود نتمنى ان هذه لا ميثود تكون نالت اعجاب ديالكم طولت في الفيديو شويه الا بغيت ندير لكم لا ميثود الجايه نقدر ندير لكم حتى اربعه ديال لي دي ميثود خمسه ما عنديش مشكل غنلقى الاخوان قاليليو قيلينها قاليليو في لي كومونتير دونك نتلاقى اه, في لا الجايه انا دابا تقريبا دابا الربعة اه, جو بونس ديك كاين تقريبا 4 ونص ل 5 وانا صايم اه, لذلك شحفتو دونك نتمنى تقدروا هذه المجهود هذا نتلاقى في لا الجايه كان معكم ياسين نجم بيس عليكم